السلام عليكم. من بين المستجدات اللي جاء بها القانون 112 للتعاونيات هي إمكانية يعني انخراط الشركات أو الشخصيات الاعتبارية في التعاونيات. يعني ممكن شركة كشخصية اعتبارية أنها تنخرط في التعاونية، كما أن ممكن التعاونية تحول شركة بعد القرار ديال الشمل العام الغير عادي للأعضاء ديالها. إذا هذا المعطى شنو الهدف منه؟ وهو تسافد التعاونيات من الفكر المقاولاتي ديال الشركات، هذا هو الهدف منه، بلا ما نحيدوا الصبغة والهدف من خلق التعاونية اللي هو عندها واحد الصبغة ديال اقتصاد اجتماعي تضامني. لذلك فهاد الخيرات ديال الشركات او الشخصيات الاعتبارية في التعاونية جاب شروط، واهمها انها يعني ما تفوتش في الانخراط في رأس مال ديال التعاونية واحد 35%، يعني خاص على الأقل 65% تكون عند الأعضاء الذاتيين اللي هما أعضاء أشخاص، وحد أقصى شخصية اعتبارية أنه ممكن تكون عندها 35 يعني في رأس مال ديال التعاونية. بطبيعة الحال الشركة اللي بتدخل تخصك تقدم واحد طلب ديال الانخراط لرئيس المجلس الإدارة ديال التعاونية اللي تبين فيها الممثل ديال الشركة بطبيعة الحال، وبطبيعة الحال خاصة الشركة تكون تتمارس واحد النشاط من الأنشطة ديال التعاونية. وكما قلنا بلا ما تفقد التعاونية الصبغة ديالها اللي هو داخلها في اقتصاد التضامن الاجتماعي وإعطاء الأولوية للعنصر البشري على رأس المال. صحيح أنه مزيان الاستفادة من الخبرة ديال المقاولات، ولكن ما تخصناش نحيدو على المبادئ والقيم ديال العمل التعاوني. يعني خصو يدفع واحد الطلب، طب حتى نقول الطلب قبل اختتام يعني السنه الماليه تدفع رئيس مجلس الاداره. طب حاضر رئيس المكتب المسير فهو تاخذ القرار الاولي بالموافقه، ثم تتعرض على الجمع العام للمصادقه النهائيه، وبطبيعه الحال تنخرط يعني الشركه والشخصيه الاعتباريه في التعاونيه، وتبقى عندها نفس الحقوق بحال الاعضاء الاخرين، فقط انها تخصها تدير معاملات مع التعاونية وتحضر ديال الجمهور العامة، وممكن ترشح الممثلين وترشح الرئاسة التعاونية. دونك تكون نفس الحقوق بطبيعة الحال ونفس الواجبات. دونك هذه هي باختصار الطريقة ديال وشروط ديال انخراط الشخصية الاعتبارية في التعاونيات الفلاحية. كاين معطى اخر وهو في التصويت انه ما خصش هاد الشخصيات الاعتباريه يعني يفوتوا ثلث اصوات ديال التعاونيه. دونك بطبيعه الحال يعني هادي ما غاديش يفوتوها، لانه خص يكونوا مجموعه من الشخصيات الاعتباريه او الشركات المنخرطه في التعاونيه. دونك فهاد المعطى انه الشخصيه الاعتباريه ما تفوتش ثلث الاصوات فهو غالبا ما غاديش يتحقق. دونك تبقى الشرط الاساسي هو الراس مال ديال التعاونيه اللي ما خصوش يعني حصص ديال الشخصيه الاعتباريه ما يفوتش 35%. طب حال يكون وحده ولا يكون جوج ولا يكون ثلاثه الشركات فمجموعين ما خصهمش يفوتوا 35% من راس المال ديال التعاونيه. وشكرا.